قبلست سلسلت والناس حالتها تعدلت وانا لسه يعني بصوم يدوب وصيامي نوم. قربت ايه من ربنا دي الفجوة زادت 100 سنة والنية ليه مش خالصة فيا ولو ليوم. كل القباسات سلسلت والناس حالتها تعدلت وانا لسه يعني بصوم يدوب وصيامي نوم. قربت ايه من ربنا دي الفجوة زادت 100 سنة والنية دي مش خالصة فيه ولو ليوم. رمضان ده شهر ايمان ونور وانا كنت فاكره يا دوب سحور او سهرة حلوة غالية ونور وزينة وفول كلور. رمضان ده فرصة الناس تتوب لادي تحنن في القلوب وانا قلبي جامد لسه ليه حب بيني وبين صور. الناس تحافظ عالصلاة وانا في عادة مقصلة دايما محافظ عالخروج والانبساط. انا حتى اهلي كويسين معرفش انا طالع لمين لازم اتوب فعلا بقى اللي فات لازم اتوب فعلاً بقى كفاية اللي فات لازم أتوب فعلاً بقى كفاية.